قصور بالشريان التاجي، يا ترى ايه هي الحالة الصحية لنشوى مصطفى بعد دخولها المستشفى؟ تعالوا نعرف التفاصيل. نشوى مصطفى تعبت ودخلت المستشفى، وده اللي خلى الكل يسأل ويطمن عليها في الساعات اللي فاتت. بص يا سيدي، اللي حصل ان الفنانة نشوى مصطفى فجأة اتعرضت لذبحة صدرية، ولما راحت المستشفى اكتشفوا ان عندها قصور في الشريان التاجي، علشان كده حالتها استدعت انها تركب دعامات، وبالفعل ركبت 3 دعامات في القلب. دلوقتي هي لسه في المستشفى وبتطمن كل الناس اللي حاولوا يسألوا عليها وبتشكرهم من قلبها. نشوى وجهت رسالة لكل الناس اللي كلموها وسألوا عليها وبتشكرهم من قلبها على محبتهم ودعمهم. أكيد دعم الناس بيفرق جدا في الأوقات الصعبة دي. نشوى مصطفى فنانة محبوبة وليها مكانة كبيرة في قلوب جمهورها. طبعا بنتمنى للفنانة الجميلة نشوى مصطفى الشفاء العاجل، ادعوا لها ربنا يقومها بالسلامة وترجع لينا بألف صحة وعافية.